العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، كنا نشرح في موضوع قضية حدوث العالم وما يتصل بها من مباحث، وهي طبعا أهم مسألة لأنه معظم العقائد مبنية عليه. فقد قال الشيخ الدبير رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: حدوثه وجوده بعد العدم، ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، وهذا بإجماع أهل الملل إلا من شذ من الفلاسفة ومن تبعهم، لأنه قام به التغير. يعني أعظم دليل على أن العالم حادث أو سيد الأدلة هو التغير المشاهد في بعضه وليس في كله. حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. نكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بمسائل أو قضايا الحدوث وإبطال الدور والتسلسل، فنتكلم عنها وبعدين ندخل عليه. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. لما تكلمنا في المرة الماضية كنا بنتكلم في شبه ردينا عليها على قضية حدوث العالم، والشبهة اللي تمسك بها المجسمة أو المتمثلفة أو من يدور في فلكين، شبهات ليرتع ما يفهمونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، فيجعلون كان الأولى مثل كان الثانية، ويقولون بالقدم النوعي بالعرش وليس بالقدم الذاتي، وإلا حيلزم إثبات الشريك مع الله تعالى. ومن المعلوم أو المقطوع به عقلا أنه لا بد لوجود النوع من وجود أفراد، وطالما الأفراد حادثة يلزم حدوث النوع بأكمله. وردينا على هذه الشبهة وقلنا إن ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بتاع ابن حزم، مراتب الإجماع، قال القول العبارة بتاعت ابن حزم: وأجمعوا مما ذكره من مراتب الإجماع في باب العقائد، وأجمعوا على أنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه. لهذه العبارة الموجودة في مراتب الإجماع الكتاب، مراتب الإجماع ونقضه مضبوعين مع بعض. قال ابن تيمية هذه العبارة اللي هي العبارة اللي ذكرها ابن حزم في الإجماع، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، قال هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله ولا تعرف عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. ومن عادته دائما يمشي على أسلوب سلب عموم السلب أو سلب العموم، لم يعمم لك لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أئمة المسلمين ولا عن قساوسة النصارى ولا عن علماء المجيد، حتى ظن أنه محدش قال بها، رغم أنها حقيقة ثابتة مقررة بل إجماع أهل الملل. فينخدع بعض الناس من هذا التعميم، فيظن أن الرجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء ولا ليس الأمر كذلك. وهذا شيء عجيب، العبارة صريحة في كتاب التوحيد للإمام البخاري رضي الله عنه. فإحنا قلنا ما قصدنا ان احنا ننقص ولا نرد ولا كذا، ولكن دي مسائل لا مجاملة فيها ولا بد من المواجهة الصريحة. ما ينفعش نغفل والا هنضيع في الزحام، فين هويتنا فين اساسنا. فالمسائل لا تؤخذ هكذا. وهم عندما تحاججهم او تناقشهم يقولون لك كل احد يؤخذ من قوله خلاص
يعني كأنهم لم يقولوا كما قال الإمام مالك إلا إيه صاحب، وإنما يقولوا إلا إيه أنتوا ليه، هذا مش من جملة الآحاد التي يؤخذ من قولها، نأخذ من قوله إيه كثيرا. فهو عالم جليل وإمام كبير وعلى العين والرأس، وقال كلمة الشيخ أبو غدة كلمة جميلة، قال فليقر الإنسان بفضله والإيه يتنبه إلى خطئه، فما فيش يعني انفكاك، يعني جهة واحدة في انفكاك له فضائل. نعم في كتاب الإيه اللي هو بتاع التكميل في الجرح والتعديل لتعليقات يقول كده، فليقر الإنسان بفضله ويتنبه إلى خطئه لأنه ليس معصوم. في كتاب في مصطلح الحديث أو بتاع الحاج مش فاكر اسمه بالضبط، معلق عليه الشيخ أبو غدة وقال هذه العبارة، موجود في كتاب ممكن يقول لك اسمه ايوه الشيخ ابو غده محقق كتاب الشيخ لكن تمام في اسمه الكتاب الرفع والتكميل موجود. فيقول كده هذه العباره، يقر الانسان بفضله، له فضل وله علم وله اطلاع، ولكنه ايه خالف الاجماع في مسائل كثيره في العبادات وفي المعاملات وفي العقائد وفي غيره، وبسببها ايه تقوم الدنيا وايه وتقعد. طبعا قلنا أمارة او دليل الحدوث وايه هو التغير، والتغير ايه مدرك بالمشاهدة، واشار القرآن الكريم الى الحدوث والى التغير في ايات كثيرة، بل لفت انظارنا ان نتأملها، لأنه لو في ثبات ودوام ما ينفع النظر، لا بد يلفت نظرك إيه؟ التغير الحاصل المشاهد. وذكرنا الإشارة إلى ذلك في قصة إيه سيدنا إبراهيم مع عبد التكار، والقرآن الكريم مليء بلفت إيه الأنظار إلى التغير المشاهد في الإيه في الأنفس وفي الآفاق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأنت ترى في نفسك أنك يعني مراحلك متطورة، والله خلقكم إيه أطوارا، جنين لا تدري كيف كنت في بطن أمك، ولا كيف كان يصل الغذاء إليك، ولا النفس، ولا كيف تكونت، لا تعرف. ثم تغيرت من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، ثم تغيرت. لو جابوا لك صورتك وأنت طفل صغير رضيع ورأيتها بعد 60 أو 70 تتعجب، هل أنا هو ده؟ هو فعلا أنت، والله العظيم هو أنت. ولكن شوف التطور والتغير، الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف ثم جعل من بعض، مش في تغير؟ كذلك مثلا هناك تغير حتى في الايه في الأحوال الجوية، حر برد خريف ربيع ليل نهار ظهر، ده في اليوم الواحد تغير، مش في الفصل في كل 4 شهور، في تغير في كل لحظة في كل ثانية، كل يوم هو في شأن. تعالى مثلا في الصباح يعقبه إيه ظهر، بعد كده عشي، بعد كده مساء، بعد كده. فلفت ربنا سبحانه وتعالى نظرنا إلى أن نعظمه ونسبحه، وخاصة في إيه في أثناء أو في خلال هذه إيه التغيرات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، طب لما خص التسبيح حين، لأنه حصل تغير، وحين إيه تمسون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، يبقى شوف معطوفة دي عليه، وحين تظهرون يعني تسبيح في الصباح والمساء والعشي والظهيرة. يبقى إذا ناخذ فائدة إنه العشي غير المساء، المساء غير الإيه هذا الإيه، وعشية حين تمسون وهذا الإيه وعشيا، وحين إيه وحين تظهرون.
يبقى اذا التغير حادث، لكن مع الالف والعادة والتكرار اصبح احنا في ايه؟ في غفلة، ولسنا ايه؟ نتدبر ولا نتفكر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف تغير واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلو يعني تأمل لعلم أن هذا الكون حادث يعني متغير ولا بد له من إيه؟ من محدث. يبقى التغير واقع مطلقا على كل حادث. يبقى إذن الذي هو ثابت لا يتغير أبدا هو الإيه؟ القديم، لأنه إن كان أي التغير من عدم إلى وجود كان حادثا كده، وإن كان من وجود إلى عدم كان وجوده جائزا بدليل قبول الإيه؟ العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل كده. في اعترض الفلاسفة وقالوا إن الجواز مدام احنا قلنا وجود جائز يعني ليس بواجب وليس بمستحيل، أنه لو كان مستحيل فمن شأنه أي المستحيل أنه لا يقبل الوجود أصلا، والواجب لا يقبل العدم أصلا، يعني معناها وجود ذاتي، والثاني المستحيل عدم ذاتي. هناك فرق بين العدم الذاتي وبين العدم الممكن. العدم الذاتي لا يقبل الوجود، أما العدم الممكن يطرأ عليه الوجود، وذلك كان وجوده جائزا لإيه؟ لأن عدمه ممكنا، لأنه في المعدوم الممكن هذا يقبل الإيه؟ ها؟ الوجود. أما المعدوم المستحيل ده لا يدخل في الوجود أصلا. إذن عندما يقول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا يتوجه لمين؟ للمعدوم الممكن وليس للمعدوم المستحيل. قالوا إن الجواز أي الفلاسفة لا يقتضي الحدوث، يعني مش معنى هو جائز أنه إيه حادث، هو جائز كده في الفلاسفة عفريت في الفهم، قالوا هو جائز في ذاته ولكن إيه واجب لوجوب علته لقدم علته، يعني مش العلة مرتبطة بالمعلول، فإذا قطعنا النظر عن العلة يبقى المعلول ده إيه؟ ممكن، لكن بالنظر أو لارتباطه بالعلة وجودا وعدما يبقى هنا إيه؟ يبقى هو في ذاته ممكن، ولكن بارتباطه بعلته ليس بممكن ولكنه إيه واجب. ومن هنا دخلت عليهم شبهة الإيه؟ القول بقدم الايه العالم، يعني هم قالوا كده. فهمتوا الكلام بتاعهم؟ يعني العله بتاعته قديمه والمعلول مرتبط بايه؟ بالعله، اللي هو في ذاته، لكن احنا ما نقدرش نطلع عن العله، فلا بد من ارتباط العله بايه؟ بمعلول. يعني لما تسالهم ايه المعلول وايه العله؟ هيقول لك الطبيعه اللي عندهم القول بالعله او القول بالطبيعه، ومن يقول بالطبيعه او العله حتاتي في الشرح ان شاء الله، فذاك كفر عند ايه؟ اهل النار. فالجواب عن هذه الشبهه كما ذكرنا احنا بنعيد عشان خاطر الناس اللي ما كانش موجود، احنا قلنا الكلام بس بنعيده ثاني وثالث، بعد ما نطلع من المشكله دي خلاص يبقى مش هنعيش ثاني. معلش في البدايه التكرير عشان نثبت مساله ايه؟ خطيرة وصعبة، مش عاوزة تكون كده. لو طولنا فأنتم عندكم الامتحان ولا أنتم كده تعلم كده أخرى، مش مرتبطين يعني بمقرر ومنهج وكلية وغيره. محدش كان واحد عامل كتاب اسمه إيه؟ أسباب ضياع العلم، فذكر منها إيه؟ إنشاء الجامعات. إنها ربطت بمقرر ومساعات ونتيجة وكذا، فعاوزين يخلصوا بأي طريقة، فهمت ما فهمتش يشرح المقرر عشان المسؤول حاسبوه عليه. طيب مين فيه مين حصل؟ ما فيش مشكلة. وعمل الامتحان، طيب عشان ما استوعبناش احذف نص الكتاب، احذف تركه. لما نحذف نص الكتاب يعني معناها مهمل. طيب لو هو ملوش لازمة ألفوه ليه؟ ده لازم كان لابد من دراسة كل صغيرة وكبيرة، الحذف ده جهل، تحذف ليه؟ لو كان هو عبث وما في داعي لتأليفه. ده واحد ازاي فالطالب ما يذكرش الا هيعرف ايه
هيسأل فيه، يعني لا يتعلم من أجل العلم ولكن من أجل أن يدخل الامتحان وينجح، ويدخل الامتحان من أجل أن يحصل على الشهادة، ويحصل على الشهادة من أجل الوظيفة. إذن هو لا يريد العلم أصلا وإنما يريد الوظيفة، ولو استطاع أن يحصل عليها بطريقة أخرى لا حصل عليها ولا ما جلس ولا ما تعلم. ومن هنا ضاعت علوم كثيرة، كان يجلس إلى الشيوخ ويتتلمذ سنين، واحد قاعد 40 سنة يتعلم النحو ويأخذ من يعني من الأمالي ويجمع من حفظ العلماء. ليه؟ لأنه ما كانش منتظر يقعد 50 سنة يقعد لحد ما يموت، مش العلم من المهدي إلى الله، هو منتظر إيه بس مستعجل عليه ده كل يوم يزداد. وقل رب إيه، وما فيش العلم ملوش نهاية، يعني وفوق كل ذي علم عليم، فاستعجل ليه؟ فالاستعجال يبقى إذا مش عشان العلم، ما مش هتخلص وخالص، ده بحر ملوش ساحل، فيبقى يأخذ بقدر الايه الاستطاع، ويحب الزيادة بصفة ايه مستمرة. انما هو في قصد موضوع ثاني، معايش او سفر او اعارة او خلاص، يبقى يتعب ليه بسرعة، عاوز يتعلم في اسبوع. وصلنا عند بطلان القول بحوادث لا أول لها، قلنا أنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له عددا قبل ما وجد منها الآن. ده مهم الموضوع إيه؟ حوادث لا أول لها، وهذا فيه تناقض، لأن الحادث تعريف ما له إيه؟ ما له أول. فإذا قلت لا أول له يبقى معناها إيه؟ حادث قديم او حادث لا حادث، جدا تناقض في العبارة. تعريف الحادث ايه؟ ما له اول، يعني معناها وجد بعد ان لم يكن موجودا، او وجد بعد العدم، يعني وجوده مسبوق بالعدم، لان الحدوث معناه حدوثه، كما قال الشيخ الدبير حدوثه وجوده بعد العدم وضده، فكيف نجمع بينهما؟ فالحادث حادث والقديم قديم. فإذا قلت حوادث لا أول لها كأنك تقول حوادث لا حوادث، تناقض. وعلى أي حال نقول يعني إيه اللي حيلزم على القول بحوادث لا أول لها؟ فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه، خلاص كده، مدام في فراغ يبقى معناها في طرف، الطرف الأول هو البداية والطرف الثاني هو الايه والنهايه. ففراغ ما لا نهايه له من الحوادث محال، كيف يفرغ يعني ينتهي وهو ليس له نهايه؟ ليس له نهايه معناه ما ينتهيش، لا يفرغ. فاذا فرغ كان له ايه كان له نهايه، فالجمع بينهما ايه محال. فما توقف عليه من وجود الحوادث يجب أن يكون محالا، اللي هي إيه؟ لا أول لها. فيلزم أن تكون عدما مع تحقق وجودها، مدامت حوادث يعني مسبوقة بعدم، ومدامت لا أول لها يعني لها إيه؟ وجود، لها وجود، فيجتمع وجودها مع إيه؟ مع عدمها. إذا يلزم كذلك على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الناس والحيوان والأشجار وكل شيء ونحوها على الترتيب واحد بعد واحد، عدد لا نهاية له. والعقل يقول إيه؟ الجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين، لأن الفراغ معناه نهاية وعدم النهاية معناه ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش فراغ. فالجمع بينهما يكون ايه؟ محالا، لانه جمع بين متناقضين فيكون محالا على الضرورة. ويلزم عليه ان يكون وجودنا وسائر الموجودات الان محال، يعني يستحيل وجودنا اذا قلنا بحوادث لا اول لها. ليه؟ لتوقفه على المحال، وهو فراغ ما لا نهاية له، وما لا نهاية له لا يمكن أن يقبل إيه؟ الفراغ. واضح كده؟ وقلنا كمان مسألة ثانية أو دليل ثاني، أنه يؤدي إلى وجود عددين متغايرين ليس أحدهما بأقل من الآخر ولا مساويا له، برضو هذا إيه؟
تناقض في عددين متغيرين، ما دامت عددين مثلا 6 و7 كيف يكون العددين المتغيرين الواحد فيهم مش اكبر من الثاني؟ ما دامت عددين مختلفين لازم يكون في واحد اكبر واحد اقل. نعم. لكن كونه لا فيهم اكبر ولا اقل ده مين يفضل كده؟ ولا مساويا كون. يبقى هذا ايه؟ تناقض. والتناقض في العقل ايه؟ محال. لأن كل ما وجد فيما مضى إلى زمن الحال فهو متناهل، وطالما متناهي وله مبدأ وله إيه وله منتهى. وقد صرح القرآن العظيم بأن كل شيء له مبدأ وله إيه وله منتهى، كما بدأنا أول خلق. وهناك يسأل ما أول مخلوق خلقه الله؟ يسأل السؤال كده ولا لا يسأل؟ إذا معناها في أولية للخلق ولا ما فيش؟ نعم. كما بدأكم تعودون. كثير من الآيات تصرح بأن الخلق له أول. أفعينا بالخلق الأول؟ والله تعالى يقول في سورة روم الله يبدأ الخلق. يبدأ يعني معناها كلمة يبدأ يعني معناها لم يكن للخلق إيه بداية مجهود، ثم إيه ابتدأ الله تعالى إيه وجود. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق؟ واضح أدلة كثيرة مش عارف كيف عقول الناس. ده وجود حوادث لا أول لها من المحال. عارف لو كان الحوادث لا أول لها محال مش كده؟ يبقى معناها لا يوجد العالم اصلا. ليه؟ لان الله تعالى اوجد العالم به بقدرته، ووجود حوادث لا اول لها محال، والقدره لا تعلق لها بالمحال. ده شيء محال، واحنا قلنا القدره بتتعلق بالايه بالممكن والجائز، ما تتعلقش بالايه بالمحال. يبقى احنا ملناش وجود، او احنا وجدنا كده من نفسنا كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طب لو كانوا خلقوا من غير شيء من غير خالق، ما هو كلمة أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، مش دائما نفهم فلاسفة من مادة يعني، لا من غير شيء يعني مش من هم قالوا الصورة هي اللي حادثة لكن مادة قديمة. فاحنا من غير شيء يعني معناها من غير خالق، بدليل ايضا بدليل المقابلة الإضراب أم هم الخالقون. لأنه لو خلقوا من غير شيء لكانوا هم الخالقين. طب ولو كانوا على فرض الجدل هم الخالقين، لماذا اقتصروا على خلق أنفسهم؟ ما هو خالق، ليه خلق نفسه سكت؟ ما كان يخلق السماوات أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يقول. طب ما خلقتوش ليه السماوات والأرض؟ وما دام في خلق خالق خلق السماوات، ما هو مش هيروح يقول احنا اللي خلقنا السماوات والارض، يعني معناها هيعترفوا بايه؟ بخالق للسماوات والارض. وعندئذ نقول لهم لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. جالسا من كده اللي خلق السماوات والارض خلق مين؟ خلق الناس. وانتوا الناس ولا انتوا الحيوانات؟ حيوانات. لا معلش مهم ايه. وحتى لو كانوا حيوانات برضو الله خلقهم، ما هي مش هيخرجوا عن هذا الايه الخلق ابدا الا اذا كانوا ايه هم الايه الخالقين. وهذا ايه باطل بالضروره لانهم لم يدعوا ذلك. تعرف فرعون ادعى الالوهيه، لكن هل قال فرعون انا خلقت السماوات والارض؟ لا. أو فرعون بناء على الجماعة اللي بيقسم التوحيد إلى الألوهية والألوهية، فرعون على كده إيه؟ ادعى الألوهية، لكن ما في الربوبية قال إيه؟ ادعى إنه إله، ما علمت لكم من إله غيره. وفي تلازم بين الاثنين، وزي فرعون مرة قال أنا ربكم، قال أنا إلهكم، والمرة الثانية قال أنا إيه؟ ما علمت لكم، ففرعون ما فرقش بينهم، ما قسمهمش. يعني كان اعقل من الجماعه اللي عم يقسموا الاسم. قلنا وجود حوادث لا اول لها من المحال الذي ليس متعلقا للقدره، وضربوا لهم مثالين عشان نعرف انه محال يعني وجود حوادث لا اول لها.
كيف تعلم أن الحوادث الأولية معناها ما من حادث إلا وقبله حادث إلا وقبله حادث إلى لا نهاية؟ هذا محال ما هو التسلسل ده محال. كيف نصور كده بمثال سهل كده عشان نقول لك انه ده مستحيل ولا تتعلق به القدرة؟ يعني لو كانت الحوادث لا اول لها لكان ايه مستحيلا ولا ما وجدنا ولا ما تعلقت بنا القدرة، لان القدرة لا تتعلق بالمستحيل. والمثال بسيط اللي هو ايه، انا قلت لواحد منكم لا اعطيك درهما الا اذا اعطيتك قبله درهما، يعني معنى كده مش هشوف الدرهم لو شفت حلم سودنك، معناك مستحيل تاخذه، لانه انا شرطت عليه الدرهم ده مش بدء اعطاء. نعم. وانا ايه شرطت ان هذا العطاء ما يكونش لي بداية حوادث لا اول لها. نعم. بان انا قلت لك مش هعطيك الدرهم الا مش الا اذا اعطيتك الا اذا اعطيتك قبله، فهو الدرهم اللي قبله برضو مشروط بان اكون اعطيتك درهم قبله، واللي قبله مشروط بدرهم قبله، واللي قبله انت متى تأخذ الدرهم؟ انت مش هتأخذ، متصورة كده واضحة؟ انت لن تأخذ الدرهم ابدا حتى يلج الجمل، مش حتى يلج الجمل، ده لو ولج الجمل في ذنب الخيام مش هتأخذ الايه الدرهم. يبقى كده وجود حوادث لا اول لها يؤدي الى الايه الى المحال الذي ليس متعلقا لايه للقدرة. يعني معنى كده هيكون اعطائنا الدرهم متوقف على محال، وهو ان تكون اعطيتني درهما قبله، والذي قبله برضه ما هو مشترط بنفس الايه بنفس الشرط، وهو فراغ ما لا نهاية له في الإعطاء شيئا بعد شيء، فيكون وجودنا مستحيلا. اعتبر الدرهم ده آبائك، أقول لك مش هتوجد إلا إذا وجد أب قبلك، ولن يوجد الأب اللي قبلك إلا إذا وجد أب قبله، ولا اللي قبله إلا إذا وجد أب ولا اللي قبله. يبقى احنا هنتوقف على مش دراهم، على آباء قبلنا لا نهاية لها. ولذلك لازم يكون لنا أب، ها خلاص هو ملوش أب عشان تنقطع السلسلة. لازم يكون الأب الأول ملوش أب، إنما بعد كده كل أب هو ابن وهو أب، حتى يجي آخر واحد فيكون ايه أبا إذنا لا أبا. نعم. وإلا مش هينفع. واضح الأمر. يا الله. الثاني الدليل الثاني على بطلان، أو الثالث يلزم، احنا ذكرنا دليلين على بطلان حوادث لا أول لها. الثالث يلزم على القول بحوادث لا أول لها أن يقارن الوجود الأزلي عدم، يقارن الوجود الأزلي عدم، أن يقارن الوجود الأزلي عدمه. مش هي الحوادث ملاش أول؟ يبقى معناها إيه؟ أزلية. طب وكونها حوادث يبقى مسبوقة بإيه؟ بعدم. يبقى اجتمع إيه؟ عدم الوجود والعدم مرتبطين. خلاص. يلزم أن يقارن الوجود الأزلي عدم. بيان الملازمة كيف؟ أن كل حادث مسبوق بعدم. طب كيف عرفنا؟ من قولنا لا أول له. خلاص كده؟ وتلك العدم، يعني كل حادث مسبوق بعدم، مش هيبقى حادث إلا إذا كان مسبوقا بعدم. نعم. وعدم الحادث ده يبقى معناها إيه؟ ملوش أول. عدم يعني عدمه اللي هو قبل وجوده لا اول له. نعم. فيلزم انه العدمات كلها دي مجتمعه في الازل، اذ لا ترتيب في المعدومات. نعم. العدمات انما الترتيب في ايه؟ في الوجود. نعم. طب جنس الحوادث ازلي لانه ملاش اول، هم بيقولوا كده احنا نقول بانتكاس الجهه. هم قالوا كده. ايه معنى انتكاس الجهه؟ قالوا انه هي قديمة وحادثة عشان يحلوا الاشكال.
كيف قديمة وحادثة؟ قالوا مش مراد بحدوث الحوادث يعني بحدوث جنسها، فنقصد الحدوث لكل فرد، أما الجنس فهو الإيه؟ فهو الأزلي، وهو نفس الجنس له أفراد أو النوع له أفراد. فنقول لهم أن الجنس النوع لا يتحقق إلا بأجزائه، والجنس لا يتحقق إلا بأفراده. اللي معناها الجهة اللي حب يفكوها دي ما تتفكش، في تلازم ما فيش انفكاك. يبقى إذا جنس الحوادث قالوا كده أزل، لأنها لها أول. وذلك الجنس لا يتحقق الجنس إلا على الأقل في حادث من أفراده. يعني كيف يوجد الجنس بدون فرد واحد؟ ما عشان احنا قلنا اي فرد، اي فرد من الافراد حادث، والجنس ازلي. فكيف يتحقق الجنس بدون فرد واحد؟ لا يمكن. واذا لم يوجد فرد يبقى ثلاثة ايه؟ الجنس. واذا اذا وجود الجنس مرتبط بوجود الايه؟ وجود الجنس ده امر، خد بالك هم بيضحكوا علينا، الجنس ده امر اعتباري، واحنا متكلمش في الاعتبارات، نتكلم في الوجود الخارجي. لانه الاعتبار ده ما نقولش على الاقدام الحال، ما نقولش على الاقدام ولا حال، ده اعتبار زي حكاية الحال. فهم بيضحكوا علينا الجنس، طب الجنس ده مسألة اعتبارية زي الكل في ايه؟ في افراده، زي حقيقة الانسان في كل انسان، مش هي خارجية، الا يلزم لكل واحد كل ايه؟ حقيقة خارجية، وحيلزم عليها الايه؟ الدور، وكل حقيقة لها حقيقة، او كل وجود له وجود. زي ما احنا بنقول يا واجب الوجود موجود، مش كده؟ كلمة موجود ده وصف بالوجود ده، وصف اعتباري، ولو كان وصف وجودي لكان الوجود له ايه؟ له وجود. يبقى كده مسألة الجنس دي اعتبارية، احنا بنتكلم في الوجود الخارجي ولا في الاعتبارات؟ في الوجود الخارجي. يبقى اذا جنس الحوادث ازل لانها لها اول، تمام؟ وذلك الجنس لا يتحقق الا في حادث من افراده، فيلزم ان يكون ذلك الحادث ازليا، لكن عدم السابق عليه ازلي برضه، فيلزم مقارنة وجود الشيء لعدمه لأنهما أزليان. وفي ذلك جمع بين الحدوث والأزلية. فهمتوا هذا؟ جمعنا بين الحدوث وبين الأزلية وبين الأزلية. بعد كده يبطل من أعظم أو قالوا أشهر أو أوضح أدلة بطلان الدور والتسلسل، ما هو كلمة حوادث الأولى لها يعني تسلسل، ما من حادث إلا قبل حادث. والدور احنا قلنا تعريف توقف الشيء على نفسه، تمام، او على ما يتوقف عليه، اما يعني بدون واصلة فهو الدور الصريح، واما بمرتبتين او اكثر فهو الدور الايه؟ المضمر. وكل ايه؟ دور، كل دور تسلسل في المعنى، تمام كده؟ فلو ابطلنا التسلسل حيلزم منه ايه؟ ابطال الدور. وبطلان الدور ده امر بدهي، بديع يعني بالبداهة تدرك بطلان او بالضرورة او يكاد يكون باطلا بالضرورة، لانه معناه ايه؟ ان يكون الشيء علة لنفسه ومعلولا ايه؟ لها. يعني مثلا لو كان العالم الا في وجود نفسه لكان العالم موجودا قبل العالم ليكون مؤثرا في ايه؟ في ايجاد العالم، وهذا باطل. يعني بالضرورة تفهم ايه او يفهم الناس بطلان الايه؟ بطلان الدور والتسلسل. قالوا اعظم البراهين الموجودة في ذلك برهان القطع والتطبيق، اللي هو موضوع السلسلتين اللي قلنا لكم عليها، واضح ايه الكلام. مولانا برهان القطع والتطبيق ده برهان واحد ولا القطع ده برهان والتطبيق؟ هو القطع يعني تقطع السلسلة من هنا وتطبق، خلاص كده برهان اسمه كده، القطع والايه؟ والتطبيق. ذكرت براهين اخرى، لو رجعت للحاشيه بتاعت الشيخ الامير على شرح الجوهره، ذكروا يعني في السعد على المقاصد يمكن خمس براهين على اربع او خمسه على بطلان الايه؟ التسلسل، تمام؟ بعضهم توسع ذكر، بس قالوا اشهر برهان بتاع التسلسل مفهوم للايه؟ لكثير من الناس.
تيجي السلسلتين واحدة من الايه من الان الى ايه ما لا نهاية في الماء الى الازل يعني. نعم. والازل ما لا نهاية. نعم. ما لا نهاية عن الازل. نعم. وتجيب واحدة مثلا من ايه من الطوفان برضو الى الماء وتطبق ها تطبع منهم وتروح مطبق واحدة على واحدة فحيؤدي على الى ايه فاكرين الكلام اللي قلناه. نعم. اما ان يتساوى واما ان يزيد واحده على تزيد واحده على الثانيه الزياده ليست حقيقيه يعني. تمام كده. نعم. انه في قدر متناهي. نعم. وما كان فضيلة مولانا دعواتكم يا سيدي جاي حقيقه في الدور ثاني توقف الشيء على على نفسه اما بمرتبه هو المصرح. خد بالكم المعلومات دي لانه المباحث الكلامية او الاعتقادية مبنية ايه عليها يعني التأكد منها افضل لان بعض الناس يجي في الحاجات الصعبة يروح ايه يتركها. الدور الصريح اللي هو يعني توقف ما فيش واسطة يعني توقف ايه شوف كده العالم وجود الكون يكون الكون ده علة ومعلول يعني هو الذي أثر في نفسي بدون واسطة خلاص كده. إنما الواسطة زي ما مثلنا لكم إيه؟ زيد وعمد زيد وعمد وألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف. نعم. أو توقف كده في حاجة أسهل من كده توقف أول دجاجة على أول بيضة تمام كده وأول بيضة على أول دجاجة يعني معناها إيه ده هذا ايه ده اسمه ده دور ولكن فيه واسطة يعني الدجاجة الاولى متوقفة على الدجاجة الاولى بواسطة البيضة والبيضة الاولى متوقفة على البيضة الاولى بواسطة الدجاجة لان الدجاجة الاولى لا توجد الا اذا وجدت البيضة ففقست عنها والبيضة الأولى لا توجد إلا إذا وجدت الدجاج فباضت الإيه البيضة هذا اللي بواسطة أما اللي بغير واسطة أن توقف الشيء على نفسه مباشرة تمام كده إنما لو توقف مثلا وجود زيد على وجود زيد هذا إيه بدون واسطة لو توقف وجود زيد على وجود عمرو وجود عمرو على وجود زيد خلاص كده واضح هنا يبقى حقيقة الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه إلا إما بمرتبة هو إيه أو بمراتب وهو الإيه المضمر وحقيقة التسلسل ترتب أمور غير متناهية يعني ما من علة مؤثرة إلا وقبلها علة مؤثرة وهكذا فتصبح العلة لما تكون مؤثرة في معلول والمعلول ده هو نفسه هيأثر حاجة إلا لما بعده ومعلول لما إيه قبله. لما قبله هو إيه ده حقيقة الإيه التسلسل فكل دور تسلسل في الإيه في المعنى خلاص كده وعبر السعد في المقاصد بعبارة جامعة لهما جمع بينهم وقال أن يتوالى عروض العلية والمعلولية إلى لا نهاية يعني هو إلا وهو إيه وهو معلول وما من إلا إلا وقبلها إلا وما من إلا إلا وقبلها فلازم تنقطع سلسلة العلل إلى علة ليس إيه ليس قبلها إلا لا بد كده زي ما احنا استلمنا لكم بإيه بعشر آباء لازم يكون في عشر إيه أبناء طب الأول حيبقى إيه وآخر واحد حيبقى إيه آخر واحد حيبقى أب بدون إيه ابن والثاني أو الواحد الأعلى أب بدون ابن صح إذا معنى كده إنما لو فرضناها كده مثل جماعة من أبن إلا وقبله أبن إلا وقبله أبن فلا بد أن تنقطع عليه السلسلة بدليل إنه في أول أب أول مخلوق ولا أب له الله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه إيه من تراب ثم قال له كن فيكون جاء في بعض السعد اللي يقول كده إيه أن يتوالى عروض العلية والمعلولية إلى ما لا نهاية ونظام هنا علو اللي هو المعلوم هنا في دور وفي ايه
الى ما لا نهايه ايه في تسلسل. الجرد هنا جمع بين الايه بينهما من قوته ايه ومن صلابته وتمكنه في هذا العلم. الى الان تنغلق علينا عبارات وشروح 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 لانه ضعفت عندنا الملكات والادراكات. عاوزين نجمع مسائل ونحفظها عشان نحطها في الاوراق ونرميها بعد كده في الزبالات بعد الامتحان او تحرق وما حدش عارف. يعني لو كانت اجابات فيها تفكير وفيها عقل ممكن يجمعوها يعملوها كتب تدرسها الطلبه فيما بعد. ما عارفينها ملهاش يعني في متى يتخلصوا منها. لكن لو في لجنه تجمع الابتكارات ممكن يكون الطالب كسر حاجه معينه لكن محدش بيدور خلاص ارمي. وتجد ملفات من كام 70-80 سنة اوراق اجابه في المخازن. لو اشتعلت حاجه فيها تدمر الايه مش يشوفوا ايه اللي فيه. ورسائل ماجستير ودكتوراه تعال في المكتبه المركزيه شوف من 40 سنة ما عملوش حتى كشف يعني بيان عشان لما تروح مثلا تطلع تشوف لسه في الارض ما حطوهاش في المنظموها ولا ادخلوها في الكمبيوتر ولا جايبين الاجهزه ما فيش ايه استعمال. معانا في زمان النهايه في الاسد او في التربيه ده محاسب في لا ما دام ده في ما هو زي نعيم الجنه هيورد عليه يقول لك ما انت بتقول انه التسلسل ده محال فهيورد عليه يقول لك انه في المستقبل جائز اغلب لان ده تقدير ده مش وجود حقيقي. نعم ده تقدير انه لانه قدره صالحه لان توجد شيئا بعد شيء. نعم اذا هو محال في المطلق. نعم محال في الايه؟ المطلق. يا لو انا قلت لك لا اعطيك درهما الا اذا اعطيتك بعده ده ليس محالا في العقل. في المستقبل مش محال. نعم وكذلك بعض الناس اورد قال انت ليه بتقول الدور باطل؟ لما هو الدور ممكن يكون معناها ايه؟ توقف الاب على الابن والابن على الاب. فلا يعقل ان يكون ابو طالب ابا لعلي الا اذا كان علي ابنا له. مش ده دور ده؟ قال لك الاعتبارات والاضافات لا يقال باحالتي ان نحن نتكلم في الشيء الخارجي مش في المسائل الاعتباريه. فبيسموه الدور المعي لو يجب المعي تمام كده. اما الثاني اللي هو الخارجي تمام اللي هو السبكي. السبك ده هو الايه هو المحال. انما المعي ده غير باطل لانه اعتباري زي العالميه والقادريه والابوه والبنوه باعتبار انه باعتبار انه اب وانه ابن خلاص مفيش مشكله. انما وجوده خارجا مفيش تلازم. نعم ده في سبق هنا. نعم المستحيل هو الايه هو السبقي. نعم يبقى المعي لا يعني في انواع ليست محاله. نعم خلاص يعني ما سبق شرحه وما قلنا بانه مستحيل في العقل هو الدور السبقي خلاص وهو المستحيل عقلا. اما ما هو من قبل او من قبيل الدور الاعتباري يسمى الدور المعي. وهذا لا استحاله فيه بل هو جائز وواقع مثل توقف كل من المتضايفين على الاخر باعتبار الاضافه. يعني هو متوقف عليه باعتبار وليس للوجود الايه كالابوه والبنوه وزي الاكبر والايه والاصغر. متوقف فهم الاصغر على الاكبر وفهم الاكبر وزي القليل والكثير وزي الايه السرعه والبطء وزي الكل والجزء. ما فيش هنا ايه دور مستحيل انما هو دور بحسب الايه الاضافه. انما الاستحاله هي من جهه الوجود الخارجي. وضحت؟ فاذا اختلفت الجهه كما في الاستدلال في كمان حاجة تانية مهمة ممكن يمسكوها لك. يقول لك انت تعالى بتقول ايه الاستدلال لما نستدل على الصانع بايه بالعالم بالعالم انا نستدل على وجود الصانع بايه بوجود العالم مش كده. يبقى معنى كده العالم يتوقف على الصانع وبعد كده الصانع نفسه برضه متوقف على العالم. يا لولا وجود العالم ما كانش عرفنا الصانع ولولا كان في صانع ما كانش وجود العالم. شو الدور ده؟
ده يبقى كده اشتبك ده يبقى هنا خد بالك كده. فاذا اختلف لا في مش اختلاف جهة هنا ايه انه توقف على ايه الجهة مش واحدة نعم. لو كانت الجهة واحدة هيبقى مستحيل انما امتكاك الجهة هو اللي رايح. يبقى اذا الاستدلال على الصانع بالعالم العالم متوقف على الصانع والصانع متوقف على العالم بس كيف يعني بس مش بمعنى هذا التوقف الاول هو الثاني عشان يبقى مستحيل لا فالعالم متوقف على الصانع في تحقق الوجود لأن العالم لا يتحقق وجوده إلا بإيجاد الصانع له والمتوقف على العالم مش وجود الصانع بصير معنى كده العالم هو الأوجه الصانع وده بعض أما المتوقف على المتوقف على الصانع هو إيه تحقق الوجود للعالم مفهوم أما المتوقف على العالم هو مش وجود الصانع إنما معرفة الصانع يبقى مفكت الجهة ولا مفكت يبقى في دور ولكن ها من جهتين وليس من جهة واحدة فتوقف الصانع على توقف العالم على الصانع من جهة تحقق الوجود وتوقف الثاني ده من ايه من المعرفة والعلم بوجوده لأن العالم ما سمي عالما إلا لأنه علامة على ايه على وجود الخالق او الصانع سبحانه وتعالى يبقى المستحيل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الدور الايه السبقي وليس الدور الايه المعيل ده في بعد كده ادله في استحاله الدور السبقي سابق ايه يعني يكون العالم خد بالك لو قلنا العالم اثر في العالم دور يعني هل ده معناه ايه العالم سابق على العالم والعالم غير سابق على العالم يبقى سابق لا سابق زي مفهومه وهيبقى متاخر لا متاخر تمام كده وهيبقى مؤثر لا مؤثر وهيبقى اثر لا اثر وهيبقى هو وليس هو كيف هو وليس هو للمغايره بين المتقدم والمتاخر فإذا كان المتقدم غير المتأخر حيث العالم ده هو اللي أوجد نفسه ومش هو لأن المتقدم غير إيه غير المتأخر والأثر والمؤثر فتلزم هذه المستحيلات العقلية على إثبات الدور كان نقولهم هل سابق لا سابق متأخر لا متأخر مؤثر لا مؤثر أثر لا وهو هو في نفس الوقت هو الأثر وهو المؤثر فإن كان أثر يبقى مش مؤثر وإن كان مؤثر يبقى مش أثر لكنه هو إيه أثر يبقى اجتمع عليه التناقض وحيبقى هو العالم وحيبقى مش هو للمغايرة بين المتقدم والمتأخر والأثر والمؤثر فتلزم هذه المستحيلات العقلية فالجملة يعني كده استحالة الدور بمسألة إيه ضرورية يعني مش عاوز يعني تعب ايه فيها ويمكن ان يستدل على بطلانه يعني التسلسل الدور باحد ادلة بطلان التسلسل يعني احنا قلنا كل دور هو ايه هو تسلسل في المعنى فلو ابطلنا التسلسل حيلزم منه بطلان الايه الدور جابوا الادلة اللي احنا قلناها ذكرنا تقريبا اربع او كذا قلنا اشهرها ايه برهان للقطع والتطبيق ومن ضمن ما استدل به ايضا ان مجموع ما في الدور حادث ضرورة حدوث كل جزء فلا بد للمجموع من مؤثر فاما نفسه وهو هذيان يعني لو كان الشيء اثر في وجود نفسه لكان الشيء موجودا قبل ايه وهذه هذا هذيان يعني واضح كده الثاني من أدلة بطلان اللي احنا قلنا القطع والتطبيق وهو عمدتها يعني أشهر إيه هذه الأدلة في دليل ثالث ذكروه في استحالة التسلسل أن العلية والمعلولية تتلازمان كالأبوة والبنوة بحيث لا يتحقق أفراد من هذه إلا وقد تحقق بقدرها أفراد من هذه
ألا ترى، يعني معناها لازم يتحقق من أفراد العلية ما هو من أفراد الايه المعلولية. ولو طبقناه على 10 آباء ل10 أبناء فلا بد من تحقق 10 بنوات لعشر مين أبوات. هذا الابن الأخير يوصف بالبنوة للأبوة، والأعلى بعكسه بعكسه، يبقى كده حيقول هذا دليل مهم من ايه من فعلى تقدير سلسلة العلل غير المتناهية، هيلزم تخلف هذا المجمع عليه عند العقلاء انه اخر واحد حيبقى ايه واول واحد حيبقى ايه. يعني معناها عاوز يقول لك انه لابد من انقطاع السلسلة يا اما في بداياتها يا اما فين في بنهاية، لان الاخير اخرها يوصف بالمعلولية دون العلية. طب والاول يوصف بالعلية دون المعلولية، هم قالوا ايه العلة والمعلول هكذا ايه متسلسلان الى ما لا نهاية. واضح ده جميل ده، يعني اسهل من يمكن من الثاني نص ثاني مولانا نقول ثاني عشان خاطرك انت. قالوا ان العلية والمعلولية تتلازمان كتلازم الابوة والبنوة، بحيث لا يتحقق افراد من هذه الا وقد تحقق بقدرها بقدرها لازم في تساوي افراد من هذه. الا ترى المثال من تحقق 10 ابوات ها اذا معهم كام 10 بنوات ما ينفعش 11 الا اذا كان واحد خلف 2 او واحد طلع مثلا من غير حاجه ابو 9 بس عندهم هم ما ينفعش الافتراض ده انه عنده فيه تلازم، لازم في اب يبقى في عله يبقى في معلول، لا لازم يجي الابن حتى وان تبناه وان كان الابن الاخير يوصف بايه؟ بالمعلولية. لا بالبنوة بالبنوة. اي المعلولية. نعم. والابوة هذه ايه؟ هي العلية. نعم. طيب الاعلى. بالعلية. يوصف بعكسه. نعم. خلاص كده؟ فعلى تقدير سلسلة العلل غير المتناهية يلزم تخلف هذا المجمع عليه عند العقلاء. ليه يلزم تخلفه؟ لأن الأخير يوصف بالمعلولية دون الإيه؟ العلية. دون العلية. وما تكلمناش ليه في الأول؟ لأن هم ما عندهمش أول. نعم. هو عنده الأول، إحنا ده افترضناه إحنا. هو ما فيش أول، أنا بقول ما فيش أول، تقول في أول. بس أربعة دليل ثاني. أن ما بين الأخير وكل فرد من السلسلة متناهي ضرورة. بين اخر واحد في السلسلة ليه ما جبناش اول واحد؟ لان السلسلة ملاش اول. فيبقى بين الاخير وبين كل فرد من السلسلة في ايه؟ تناهي، يعني في انحصار، ضرورة حصره بحاصرين، فوجب تناهي السلسلة في الايه؟ في البداية، فانها لا تزيد على مجموع ذلك الا المبدأ والغاية. كان ده بين الأخير وبين كل فرد في تناهي. نعم. تمام كده؟ ده ضرورة حصره بإيه؟ بحاصرين، باللي قبله واللي إيه؟ واللي بعده. وما دامت هو منحصر في فيما قبله وفيما بعده، يعني معناها ليه بداية وليه إيه؟ نهاية. يلزم فيما قبله ان يكون له ايه نفس الحكم حتى نصل الى اول السلسله، فيجب ان يكون لها ايه لها بدايه، لان كل واحد منها منحصر بين حاصرين ما قبله وما بعده. واضح الدين؟ بعد كده ايه خمسه من القواعد، قواعد العقليه، وجود سبق العلة، مش كده؟ وجود سبق العلة. مش العلة سابقة على المعلول في الاعتبار الايه؟ الذهني. وهم بيقولوا ايه؟ ما من فرد من افراد هذه السلسلة اللي ملهاش نهاية إلا وهو علة ومعلول.
إلا لما بعده ومعلول لما إيه؟ قبله. لما قبله. فحيلزم إيه هنا؟ فلا بد من فرد ليس معلولا، وإلا لكانت العلة والمعلول سببين في التعاقيد. هو السبب واحد ولا اثنين؟ سبب واحد. وما دام في ثلاثة حيبقى في سببين. لا بد يكون في علة ملهاش إيه؟ ملهاش معلول. ملهاش معلول قبلها. عشان ما يكونش هو علة إيه؟ فيها. ده كام ده؟ خمس ستة. السلسلة إما أن تنقسم، كل هذه براهين وأدلة في بطلان التسلسل. السلسلة إما أن تنقسم بمتساويين أو لا. لما حب نقسمها إذا في تساوي، إما ما بقاش فيه تساوي، وإلا لارتفع النقيضان. نعم تفضل. جاء الموعد بتاعك، اقتربت الساعة وانشق القمر. السلسلة اما ان تنقسم بمتساويين او ايه او لا. ليه كده؟ لازم كده، اما متساويين اما ما فيش ايه تساوي. والا لو كان ما فيش كده هيرتفع ايه النقيضين، وارتفاع النقيضين ايه محال. فتكونان لما يجي ان تنقسم اما زوج واما ايه، اقسم كده بالعقل، اما زوج اما ايه فرد، وكل منهما متناهي، سواء كان عدد الحلقات ده زوج او ايه او فردي. ضرورة ايه دي؟ عرفنا كل واحد من العددين سواء عدد زوج او فرد متناهي، ضرورة حصره بين عددين اللي هو ايه، كل زوج أقل من الفرد الذي بعده بواحد وأكثر من الذي قبله بواحد. زي الأربعة بعد الثلاثة وقبل الخمسة، يبقى هي إيه أكبر من اللي قبله أصغر من اللي إيه اللي بعده. ده دليل على إيه؟ إذا قلنا ده في الزوج هنقول مثله فين؟ في الفرد. ده دليل على التناهي، لانه كل واحد فيه قبل واحد فاصل عن الايه اللي بعده، اما بزياده اما بايه بنقص. سبع السلسله اللي بيقولوا عليها ملاش اول دي محتويه على احاد والوف ومئات زي ما انت عارف. فان كانت عده احادها مساويه لعده جملتها، لو كانت عدة الأحاد أحاد السلسلة مساوية للجملة، إذا قسمت ألوفا لزم مساواة الأحاد للألوف، وإن تفاوتتا بقدر متناه، إذا كان في تفاوت لازم يكون بقدر متناهي، لأن التفاوت لا يمكن يعقل إلا إذا كان بقدر متناهي، إذ ليس إلا بقدر ما يزيد الألف على الواحد، والمتفاوت بالمتناهي متناهي، وهي السلسلة لا نهاية لها، فيلزم أن يكون لها نهاية، فيقبل القول به بالتسلسل. مثلاً بالتسلسل في بطلان التسلسل، إذا أبطلنا حيلزم منه بطلان إيه؟ بطلان الدور. ثمانية ستة سبعة دول يعني برضو نساب أنت خذ اللي تفهموه سيب ما تفهموش. ثمانية كل فرد، هذا حتفهم ده سهل معنا، كل فرد يحكم به بأنه فرغ قبل غيره، وإلا لا يعقل تبقى أفراد. كل فرد يحكم بأنه إيه؟ فرغ قبل غيره. فهم به؟ فإما أن تستمر سلسلة الأحكام، ده يحكم وده يحكم وده ده أحكام مش كده؟ فإما كده القاعدة، كل فرد يحكم يعني في حكم لأنه يعني يحكم على الفرد لأنه فرغ قبل إيه؟ قبل غيره. فإما أن تستمر سلسلة الأحكام، ها؟ طب لو استمرت سلسلة الأحكام هتبقى إيه؟
ما لا نهاية كده. هتبدا ازليه ما لا نهايه. ما دامت الاحكام مستمره كل فرد يحكم بانه فرض قبل غيره، فاما ان تستمر سلسله الاحكام فتصير ازليه. طب لو صارت سلسله الاحكام ازليه، لما هي نفسها مسبوقه بسلسله المحكوم بوجودها، خلاص كده بوجودها قبل، فيلزم ايه هنا في الحاله دي؟ يعني عندك حكم وفي ايه؟ في محكوم، فيلزم سبق الازلي للازلي. ما هي الاحكام ازليه والمحكوم ده ازلي، يعني عندك حكم وفي محكوم. فلو ده ازلي والثاني ازلي والمحكوم سابق على الايه؟ على الحكم، وفي احكام وفي محكوم، يبقى حيلزم ده سابق وده حيلزم سبق الازلي للازلي، وده محال لانه الازلي ما يسبقش الايه؟ ده ازلي وده ازلي، ما في السبق بينهما، السبق يكون في ايه؟ في الحادث اللي هو سبقه بعدم، انما ده ازلي والازلي مالوش اول، وده ازلي ومالوش اول، فكيف يسبق ما لا اول له ما لا اول له؟ يبقى ده محال. دي مفهومه؟ بس يا ريت تكون ايه؟ مش مفهومه. رد على هذا اللي بتاع بان الحكم اعتباري فين؟ لا، ما هو الاحكام دي اعتبار لكن ازليه، ما دامت ازليه يبقى مرتبطه، ما في ارتباط بين الحكم وبين المحكوم. يعني المحكوم موجود والحكم برضه ما دام ترتبط بيه يبقى الاثنين، احنا ما بنتكلمش في الحكم وحده، احنا في ارتباطه بالمحكوم. والمحكوم قبل ان يحكم عليه ازلي. وما دام الحكم عليه يبقى حكمه ايه؟ ازلي برضه. هذا سبق الأجل الأجل وهذا إيه؟ وهذا محال. واضح كده؟ وخد بالك احنا مش بنحكم في بحكم اعتباري، بنحكم على كل فرد والفرد وجودي. في أول ما بدأنا قلنا كل فرد يحكم عليه، عليه فالحكم مرتبط بوجود الفرد، والفرد موجود ولا اعتباري؟ موجود. بعدين يبقى حيلزم عليه ايه؟ سبق الازلي للازلي هو تناقض. ليه؟ اذ المتاخر ليس ازليا او تنتهي لفرد لا يحكم بانه فرغ قبل غيره فتنقطع السلسله. ما دام كل فرد هنحكم انه فرغ قبل غيره يبقى مش هتنقطع السلسله، فلازم نحكم بوجود فرد لم يفرغ قبل غيره. يبقى في الحاله دي حصل ايه؟ انقطاع ليه؟ للسلسلة. تسعة خلصت، ثمانية. التاسع لزوم اجتماع الوجود احنا قلنا قبل كده لزوم اجتماع الوجود والعدم ضرورة، ان كل فرد مسبوق بعدمه الازلي وقدم السلسلة يستدعي وجود الافراد في الجملة ازلا، فاجتمع في الازل وجود ايه؟ وجود ذلك الموجود، يعني اجتماع الوجود الازلي، وده قلناه. واضح؟ عشرة واضح سهل. العشرة ده لزوم فراغ ما لا نهاية له، وهذا باطل. تمام كده؟ 11 اخر حاجة، حيث كان كل فرد حادثا كده بقول هم ما يعترفوا كل فرد حادث، فلا بد ان يكون مجموع السلسله حادثا قطعا، حيث كان كل فرد حادثا، فلا بد ان يكون مجموع السلسله حادثا قطعا ضروره انه لا وجود للكل الا باجزائه او ولا للجنس الا بافراده. ضرورة أنه لا وجود للكل. ها بالله عليك إيه معنى الكل؟ جزء ما تركب من جزئين فأكثر، هذا تعريف الكل. فدي تعريف الجزء، ما تركب منه ومن غيره الكل. يبقى كيف نسميه كل وما فيش أجزاء، وكيف نسميه جزء؟ جزء يسمى جزء بس هو منه ومن غيره جزء. يبقى لا وجود للكل الا في اجزائه. وخد بالك في الكل المجموعي والكل الاستغراقي. ها؟
موضع الاستغراق والجميع الثاني المجموع. البلاء وجود للكل الا به باجزائه ولا للجنس الا بافراده. واطلنا الكلام في موضوع التسلسل عشان خاطر مهم في جانب قضيه حدوث العالم التي قلنا انه اشار اليها القران الكريم دليل الحدوث فين في ايات كثيره لتذكر بدايه الخلق. وايضا دليل الامكان موجود برضو في كتاب الله تعالى الاشاره اليه في قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء. فصرح هنا بان الخلق محتاج ومفتقر في وجوده الى خالق، ولكن لم يصرح بسبق العدم كما صرح في الايات التي فيها ذكر بدايه الخلق. هنا يعتبر صرح بانه المخلوق محتاج في وجوده الى خالق دون ان يصرح باسبقيه العدم. هذا يسمى دليل الإمكان، لأنه احنا نستدل بالإمكان، ممكن نستدل بالدليل الممكن على وجود الله بس بشرط أو من ترك من نركب الدليل ده على ونخرج بدليل واحد. واضح؟ هنتكلم هنا في الكلام بتاع مولانا. فلا بد هنا نهاية الكلام، لا بد أن يكون العالم حادثا بعد أن ذكرنا ما ذكرناه من أدلة بطلان الدور والتسلسل، ولا بد أن يكون محدثه قديما. لأنه لو كان محدثه حادثا هنرجع ليه للتسلسل مرة أخرى. لو فرضنا أن محدثه حادثا وأن له محدث والمحدث محدث وهكذا إلى ما، وهذا أدى إلى ما قلناه، وقد ظهرت الأدلة الواضحة الصريحة على بطلانه، والنصوص كلها تقطع أو تدل على قطع سلسلة الحوادث في الأزل، وأن الله تعالى كان وحده ولم يكن شيء غيره، رغم أنف المنكرين والمعارضين والتيميين والمجديين والخليجيين والإفريقيين وغيرهم ومن قال بهم. فالملل كلها أجمعت على حدوث كل ما سوى الله تعالى، والحوادث لا بد أن يكون لها بداية. وقولهم بحوادث لا أول لها تناقض، لأن الحادث ما له أول، وإجابتهم بانفكاك الجهة بحوادث باعتبار أفرادها ولا أول لها بحسب أجناسها أو أنواعها هذا باطل مردود، لأن النوع لا وجود له في الخارج إلا ضمن وجود الأفراد. واضح كده؟ بعد كده نرجع لكتاب مولانا وانتهينا من وجع الدماغ في المسائل دي. هات كده الصفحة اللي فيها صلنا فيها نحن عند سلام على السؤال. أعلم بأن الوصف لا في الشرح اللي نقرأ في الشرح. أعلم بأنها توضيح الرد على فسره هنا يقول لك وعلى بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالمة. هنا نعت العالمة دي نعت لله تعالى على القضاء، يقول لك ما سوى الله العلي العالمي، فلما قال العالمة كده بالنص؟ هذا على القطع فهو منصوب على على المسح أو على الاختصار، والالف هنا للاطلاق. ما سوى الله اللي هو الجواهر والاعراض، فلا يوجد الا جوهر او عرض. والجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره من الالوان. قلنا الاعراض كام؟ الاعراض تسعه اللي موجوده، وزي زيد الطويل الازرق خلاص، ولها احكام يعني مطالب سبعه اللي هي زيد مقام من ثقل ما سمنا من فك لا عزم قديم لا حنى. دي المطالب السبعه. ما قام الاراد الجوهر ما قام به بنفسه، والعرض ما قام بغيره. طيب هنا ما قام بينت هنا بدي العرب احكام غير احكام الجوهر. ما قام اي بنفسه خلاص. بعدين بعد ما انتقل يعني ما انتقل اي من من جرم
الى غيره الى اخر يعني. ما كمن يعني ايه في الجرم، ليس ايه بكامن في الايه في الجرم، ولا هيجتمع ايه الناقدين. فمن فك اي العرض لا ينفك عن الاجرام، والاجرام لا تنفك عن الاعراض، وكل ما لازم الحادث فهو ايه حادث. وبعدين لا عدم قديم، يعني معناها لا يكون العرض هذا الذي ينعدم لا يكون قديما، لان ما جاز عليه الايه عدم يستحيل عليه عليه قطعا يستحيل الايه القدم. وبعدين لا حنا اللي لا حوادث لا اول لها اللي احنا تكلمنا عليها ايه الان. فلما قال هنا زيد ده رد لقول الفلاسفه لا نسلم ثبوت زائد على الاجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الاجرام، ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض الايه المشاهد. وممكن تطبق بدل ايه على زيد مثلا، ممكن تطبق مساله الجوهر والعرض حتى على الايه اللي هي الاحكام العرض 7 والاعراض ايه 9 اللي هي الكم والكيف والنسبه والملك والزمان والمكان والفعل والانفعال الى غير ذلك. فمثلا لما ذكرنا ايه زيد الطويل الطويل ده ايه كم الازرق الكيف ابن مالك ده ليه النسبه او الاضافه. بعدين في بيتي المكان بالامس الزمان كاد الهيئه او الوضع تبوه. وبعدين بيده الملك لواه ذا الفعل فالتوى الانفعال. ممكن نطبقهم على مثال ثاني الماء مثلا. الماء من حيث ايه كونه فهو جوهر الماء بتشربه. طيب لما نقوله من حيث كونه كم لتر هذا الكم ده كم لتر يعني في الاناء هنا كم لتر ماء في لترين في 3 لا ومن حيث كونه سائلا او حلوا او مرا او باردا او ساخنا ده اسمه ايه تكيف بكيفيه. يعني الماء ده حلو الماء ده سائل الماء جامد الماء حلو ده اسمه ايه كيفيات. ومن حيث ان هذا الماء مخلوق وليس بخالق ده ايه النسبة زي ابن مالك. بس هنا الماء هنقول ابن مين مخلوق بين ايه النسبة او الاضافة يعني ما تسميها نسبة او اضافة. ومن حيث كون الماء ده في الاناء ده المكان. طب ومن حيثه موجود من حيث كونه موجودا في زمان زي ايه الزمان الماء اللي كان امس مثلا. طب ومن حيث كون الاناء اللي فيه الماء ده مستوي غير مائل ده ايه الوضع ده او الهيئه يعني موجود في اناء ايه مستوي غير مائل الوضع. طب ومن حيث كون الاناء ده مصور بسور فضي كده ها السور الفضي ده مملوك لمين يعني على الاختصاص لانه الملكيه في الاشياء اللي لا تعقل دي التصرف يسمى اختصاص. من حيث كونه مصورا بسور فضي او ذهبي او في غطاء هنا الغطاء ده ليه للاناء يعني خاص بالاناء ده هو ده الايه هذا هو الملك تمام كده. ومن حيث كون شاربه شارب الماء ده من حيث ان الماء يروي شاربه هذا هو الفعل. ومن حيث ان شاربه يرتوي هذا هو الانفعال. تلقى اما تطبق اي شيء طبق على المنصه حتى اللي قاعدين فيها هتلقى فيها الايه الاعراض الايه 9 الماء فيه اي جوهر لازم تقوم به الاعراض. ودي اقل حاجه انما اوصلها تقريبا الراز او الشارفتان الى 40 اعراض مش 9 فقط. فالمهم الاعراض التي لا تقوم ايه بنفسها وانما تقوم بغيرها. فيبقى هنا نقول كده الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. في تعريفات اخرى للمتكلمين في مسألة الجوهر منها الموجود المستغني او الغني عن المحل. يعني موجود غني عن الايه عن المحل خلاص كده.
في أثبت أشياء ثانية زي المجردات اللي هو لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، لا عرض ولا جوهر، وهذا على القول بثبوته يكفي في حدوثه السمع من جهة الدليل وكان ولا في شيء غيره، أو العقل، لأننا لو أثبتنا أنه ليس بحادث يعني قليل حيشترك مع الله تعالى في صفة الأولية، والله تعالى قد حصر فيه بقوله هو الأول والجملة معرفة الجزئين، فمعنى كده لم يشترك معه في الأولية شيء، لا مجرد ولا عرض ولا جو ولا حاجة. لكن الجوهر ده معناه إذا المعنى الموجود الغني عن المحل، بهذا المعنى يكون الواجب سبحانه وتعالى جوهر. لكن قالوا لا، ليه لا مطلق على الله؟ لا لا على لا على اصطلاح المتكلمين ولا على اصطلاح الفلاسفة، لأنه على اصطلاح المتكلمين اللفظ يوهم لأنه مشترك ويطلق على إيه، ولأنه لم يرد به إيه السمع. طب وعلى اصطلاح الفلاسفة قالوا ليه؟ لأنه جعلوه من أقسام الممكن، هم نفسه، فكيف نطلق على الواجب؟ يعني جعلوا الممكن نفسه ينقسم إلى كذا وإلى كذا، فهو لما تعرف الجوهر جعلوه من ضمن إيه؟ أقسام الممكن. يبقى هنا ما ينفعش لا كده ولا كده إطلاقه على الله تعالى، يعني الجوهر فرده بأي حال لا يمكن، ده وجود، وهو من أقسام الممكن، ده هو كل يعني معناها جوهر فرده، جوهر فرده معناها يجي في تركيب هنا، يبقى معناها داخل في قسم الممكنات، فكيف يطلق على إيه؟ على الواجب. خلاص كده جايزنا الأعراض 9 والمطالب لأحكام الأعراض كام؟ 7، اللي هي ما قام يعني ما قام بنفسه، ها من تقل، ها من فك لعزم، خلاص كده زي الأحكام اللي ذكرناها. ثم إيه الأعراض أمثلة لها، احنا قلنا إيه يستحيل قيام العرض بذاته، يعني معنى كده لا بد من ان يقوم العرض به بغيره، يعني الاعراض تقوم بالجواهر، والجواهر لا تخلو عن الاعراض، واقلها الحركة والسكون. وفي احاديث مع الاكوان الاربعة دي تدور على الموجودات كلها، الاحياء والاموات كل شيء، الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، اربعة دي تدور على كل شيء اقل حاجه اسمها اربع احوال، الاكوان الاربعه، يعني الاكوان الاربعه دي لا يخلو منها اي موجود حي او ميت. اما الاعراض اللي هي التسعه والزياده على هذا دي ممكن تكون خاصه مثلا بشيء، يعني بالاحياء لها اعراض، الجماد له اعراض، النبات له اعراض، يعني هي في كل الاعيان الموجوده الثالثه. المقصود بالاجتماع والافتراق يعني معناها انت فيك اجتماع لاجزاء مجتمع الى بعض او مفترق عن بعض، نعم لا تخلو عن اجتماع او عن افتراق، نعم يعني لا يوجد موجود لا مجتمع ولا مفترق. مولانا انت بجوهر فرد، ها بجوهر فرد، ما هو بجوهر ثاني حق في اجتماع، وان منفرد وحده حق مفترق، ولا يخلو اما مجتمع اما مفترق، يقول جوهر الفرد ده افتراق، واذا اجتمع مع غيره ده اجتماع. وبجمعنا كده ايه الاكوان الاربع دي، الحركة وايه والسكون والاجتماع اقل حاجة. الاعراض دي ايه الالوان، يعني مثلا الشيخ بيقول هنا ايه فوق، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره من الجواهر كالالوان، فالعبارة دي في شرح الشيخ نفسه كان ايه الالوان دي إيه؟ زي يعني في مثلا الالوان دي الشيخ بيمثل بها للاعراض او للعرض، والاعراض بعضها يدرك بحاسة البصر، يعني الالوان دي اعراض ونراها، بنقول ده ابيض ده اسود ده مش بندركها بالايه؟ نعم بالبصر. وبعضها الاعراض يدرك بالعقل، يعني معناها في اعراض، خد بالك مش اعراض يعني لازم نشاهدها، يعني المهم ندرك تغيرها يا اما بالمشاهده يا اما بالعقل. مثل ايه اللي يدرك بالعقل؟ زي ايه؟ القوه والضعف. لما لقيت القاك انا بسم الله ما شاء الله شلت 70 80 كيلو انت قوي كده، ضعفت كده، عرفت كيف انا؟ بالعقل. انت
تمام. دل امر مشاهد على امر غير مشاهد يعني زي القدرة في العبد. وبعضها الاعراض ما يدرك بالنظر وانما بالمس زي ايه بالمس كده حراره الحال تمس شيء كده او اللمس السكونه والنعومه والحراره وبعضها باللمس في لمس وفي ايه وفي مس. وفي بعض الاعراض بالسمع زي الاصوات هل ترى الاصوات صح. بعدين في بالشم زي ايه زي الروائح فجأة تقول بسم الله مش راح فجأة اختفت الرائحة هل تظل موجودة عادي؟ لا. وبعضها بالذوق الحلاوة والطعم والطعومات. فعلم من هذا أن الأعراض ليست خاصة بالمؤسسة عندما سيقع في هذا الأعراض ليست خاصة بالمشاهدة خلاص كده؟ إذا معنى كده لما يقول لماذا قال طب الأعراض يدرك تغيرها بالمشاهدة يعني استعمل مثلا حاجة من الحواس وأطلقها على الباقي يعني مثلا أطلق الجزء وأراد الكل أو يعني ظهر المشاهدة لأنها أقوى شيء ما حد يقدر يتابر فيها أو يتكلم تشايف هذا بأنه ممكن تنكر تقول لما حاجة رأيتها أقوى حاجة في زي الشهادة ثم الشهادة إذا رأيت مثل إيه الشمس ممكن الصوت يشتبر إنما الرؤية وتحقق هي أقواها عشان كده قلت يدرك تغيرها بالمشاهدة لكن ليس هذا على وجه الانحصار في المشاهدة واحدة لأن منها ما يدرك باللمس وبالذوق وبالسمع وبالعقل الأمر واسع من إيه من موضوع الإيه الحواس خلاص كده ال ثم قال والعرض ما قام بغيره من الجواهر كالألوان من غير شك اللي هو ايه الكلمة من غير شك حدوثه العالم ايه هات البيت الثاني كده لا حدوثه من غير حدوثه وجوده بعد العدم لا لا اللي هي فيها كلمة من غير شك ثم اعلم بان هذه العالمة اي ما سوى الله من غير شك خلاص هي من غير شك حادث مفتقر من لانه قام به من غير شك يعني كلمة من غير شك هنا جار ومجرور متعلق بايه بقوله حادث يعني حدوث العالم لا شك فيه خلاص كده ومعنى حدوثه اي وجوده بعد الايه بعد عدم وهو خبر ان اي ان حدوثه غير مشكوك فيه لمن تامل او ان المراد انه يجب له الحدوث يعني اذا نفهم كده يعني معنى حدوث العالم غير مشكوك فيه او معنى من غير شك مش الحدوث اي ان العالم يجب له الحدوث كما يجب لمحدثه سبحانه وتعالى القدم فلا يرد يعني لا يرد على هذا الكلام ان حدوث الاعتراض يعني ان حدوث العالم لا يقول به من الفلسفي وحقيقة الشك لما قال من غير شك اراد ان يشرح لنا معنى الشك فهل عندنا ايه الظن في ايه في طرف راجع طرف مرجوع وفي تساوي طرفين تمام كده نعم يبقى هنا لا الشك تساوي الظن في الثلاثة بس ان كان ادراك الطرف الراجح يسمى ايه هنا ظن وان كان ادراك الطرف المرجوع وهم وان تساوى الطرفان فهو ايه فهو الشك فحقيقة الشك التردد في الطرفين على السواء ما رجح واحد على واحد لو رجح يبقى هنا ايه ظن لو ما رجحش ونزل كده يبقى ده الوهم ولو تحير تردد يبقى هذا هو ايه هو الشك فلم تدري ما قالش من غير وهم ولماذا لم يقل من غير ظن قال من غير شك ما هو الثلاثه منفيين
تمام، مسك الايه الوسط، لان الادراك النسبه المرجوحه ده كانه الانسان يعني على الغالب، تمام، فلما ينفيها اللي ما نفاش الايه التردد، ولو والوهم ده مش هينفع دليل اصلا، فلما قطع ما فيش شك ان هينفي الايه اللي فوقه اللي هو الايه ادراك الطرف الراجح. نعم، عشان كده قال من غير شك ولم يقل من غير وهم او من غير ايه ظن. نعم، يعني لما يقطع الشك هينقطع الايه ظن، هياتي اليقين، لانه مقابل ما فيش شك ما في يقين. يقين خلاص كده. نعم، فلهذا قال من غير شك. القرآن نفسه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومراده به ومراده يعني بكلمة من غير شك مطلق التردد الشامل للظن وهو الطرف الراجح، والوهم وهو الطرف المرجح، ولكن اختار دليل عشان يقضي على ما قبله وما بعده، فجاب اللي في النص. لما اروح انا ضربك بعصايه في النص كده مش ان بخلاف لما اضرب فوق ممكن تستعمل الجزء الاسفل او وهكذا، فروح ايه جاي من ايه من الوسط عشان اقضي على الفوق والتحت، كان يقضي على الايه الناحيتين. وهو مفتقر يعني مفتقر يعني محتاج. نعم خلاص، وده اللي بيقولوا عليه دليل الايه الامكان. والفرق بينهما ان في دليل الامكان ليس هناك تصريح بسبق العدم، ولكن في تصريح باحتياج العالم الى خالقه اي الى صانعه او الى موجده، دون ان يبين لك هل هذا الصانع مختار فيكون العالم مسبوق بالعدم او فاعل بالايجاب فيكون في تلازم. يبقى المشكله في دليل الامكان انه ما فيهاش تصريح بسبق العدم او باختيار الصانع، هذه المشكله. انما لو كان كده على العلم وهو فعلا العالم ممكن وليس بواجب وليس بايه ومستحيل، لكن المشكله فيها مش في الامكان، فيما يترتب عليه، فنقول بالامكان بشرط الايه الحدوث. نعم، وبعدين الامكان مولانا متفق عليه بين العقلاء كله متفق عليه، بس عاوزين ايه احنا عاوزين نثبت الحدوث اللي هو سبق العدم ونثبت اختيار مين اختيار الصانع. نعم، مفتقر الى موجد يوجده من العدم وهو خبر ثان لازم للاول، إذ الحادث لا يكون إلا مفتقرا ابتداء ودواما. شوف يعني الافتقار له مش في كونه يوجد ابتداء وفي كونه يبقى أيضا، برضو الافتقار ثابت له في أوله إلى آخره، يعني أنت ملازم لك الافتقار إلى موجدك أي إلى خالقك على الدوام، فلا يستغني المخلوق عن الخالق ابدا، مش اوجد كده وخلاص وساب الحال او ترك له، لا ده ما فيش انفصال ابدا، يعني في تلازم في الاحتياج، لذلك ما فيش تبقى عدم تلازم. بدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له، ولم يقل سبحانه وتعالى لا انفصال. شوف الانفصال يعني اذا انفصلت انا عنك خلاص، انما الانفصام مثلا شوف اليد كده لو انفصلت اذا معناها خلاص جزء، انما الانفصام ده في انفصال لكن جزئي، لكن في ايه ترابط، يعني في قطع لكن في اتصال، يعني ليس ايه انفصالا كليا، تمام، انما ذكر. فالعبد لا ينفصل عن الله ابدا حتى لو كفر، لانه كيف ينفصل؟ يزيل عنه صفه الحدوث وهي لا تزول ابدا، ويزيل عنه صفه الاحتياج زي ما قال الله تعالى في الحديث القدسي من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائه وليختر له رب الجاي، بس هل يستطيع ان يصل اليه؟ فيبقى ما فيش انفصال، انما في انفصام، ولذلك الكافر منفصل وليس منفصلا، لانه من الذي اعطاه الوجود؟ هو اساسا يعني الله تعالى اعطاه الوجود، وهو لم يختر وجوده في هذه الحياه، ده هو موجود باراده الله وليس بارادته هو. وعشان كده ربنا يرحمه ربنا يسامحه اذا استغفر واذا عاد يقول له تعالى ويدعوه لانه هو اللي جابه،
يعني الكافر لم يستدع نفسه الوجود. هو ما جابش نفسه. صحيح كافر وقال الأدب وكذا وكذا زي ما عاوز تقول. لكن هي ذنب هو في الخلق، هو ما خلقش نفسه. وربنا فتح له الباب، تعالى ما هو هو بتاع ملكه حتى وإن كان إيه متمردا. زي ما الابن يعمل معك مهما يعمل، وفي الآخر لما تلومه يقول لك أبوها وأنت خلفتني ليه؟ مثلا هتقول أنت في الحكاية دي أنت ما دامت أنا كده إذا ما فيش انفصال، وإنما في إيه؟ في انفصام كما قال الله تعالى. إذ الحادث لا يكون إلا مفتقرا ابتداء ودواما، وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح بصغراه وطوى كبراه، ونظمه هكذا: العالم حادث وكل حادث هو مفتقر إلى محدث ينتج. العالم مفتقر، فين الصغرى فين الكبرى؟ وكل الكبرى اللي فيها كل، خلاص كده. وفين النتيجة؟ للعالم مفتقر يعني محتاج. ودليل الاحتياج اللي احنا بنسموه دليل الإمكان في قوله تعالى: والله والله الغني وأنتم الفقراء. يعني الله تعالى ليس محتاجا لا إلى محل ولا إلى مخصص ولا إلى موجد ولا ولد ولا زوجة، يعني هو تعالى غني الغنى المطلق عن كل ما سواه، عن كل ما عداه، وكل ما عداه مفتقر أي محتاج إليه. كل ما عداه مفتقر، وهو وحده الغني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حل مشكلة الولد بكل واحد، كل واحد قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. ما دام يعني لو اتخذ ولدا لكان محتاجا، في احتياج يعني الى ولد، لكن هو ايه؟ هو الغني، خلاص كلمه، هي كلمه وخلاص. سبحانه هو ليه هو الغني، خلصت المسألة. فين ده؟ ابتداء ودوام محتاج، يعني محتاج. وبيسأل سؤال بيقول يعني الحادث محتاج ابتداء يعني في إيجاده، نعم، ودواما يعني في بقائه، لأنه في حاجتين أنت مرتبط بالله بهم على يعني حاجتين أساس أنت مرتبط في كل حاجة تمام، نعم. لكن ليه ذكرنا الاثنين دول؟ لأنهم يعتبر كل ما عداهم داخل فيه، نعم. الإيجاد والإمداد، يعني هو أوجدك ولكنه هل تركك لنفسك طرفة عين؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرف ولا أقل من ذلك. فلو ترك الأشياء لنفسها مش يعني لا نقول لن عدمت أو لا تلاشت، لبقى معناها إيه العرب أهل يبقى زمانين، فينعدم فيخلق الله تعالى وهكذا. إن الله يمسك السماوات، يمسك مش مسك، يمسك يعني ما زال الإمساك مستمرا وموجودا، أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى الاحتياج ده مش أنا كنت محتاج إلى الخالق عشان يخلقني، ثم بعد أن خلقني أصبحت مستقلا بشؤوني، خالق لأفعال نفسي، مدبر لشؤوني، محصل لرزقي، أنا خلاص مش في حق. لا، أنت محتاج على الدوام من أول الأمر إلى إيه؟ إلى منتهى. ولذلك قالوا في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه، اسم فاعل وهو حقيقة في الحال قبل أن يكون في الاستقبال، لأنه كلمة هالبي اسم فاعل وحقيقة في الحال. فلان بارد، هل يمكن يكون معناها لسه ما ضربش؟ بارد بارد، وممكن يكون معناها بارد ومستمر. إذا أنت كده هالك مش بمعنى أنه يعني قابل للهلاك، لا، هالك في الحال. أما لما أنت هالك في الحال فكيف تكون موجودا بالإمداد؟ لحل مدة كبيرة.
يبقى معناها لو نظرت إليها بالتفسير الثاني كل شيء هالك. انظر كده ليها، كل شيء هالك إلا وجهه. بعض المفسرين وتفسير جميل جدا، أرجع الضمير على الشيء مش على الله، عشان نطلع من موضوع التشبيه والموضوع ده. وجهه أي وجه الشيء، بمعنى أن للشيء إيه وجهان، وجه من جهته يعني من جهة ذاته، ووجه من جهة خالقه. فلو نظرت إلى الشيء من جهته فهو هالك، ومن جهة الله فهو باقي. ولذلك هذا ما قاله ابن عطاء الله: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته. إذا الشيء له وجهين، الوجه اللي هو من جهة الحق مستمر، والوجه اللي هو من جهة الشيء ما هو في نفسه عدم، ما في فينه. إذا في إيه القيومية دي، يعني ما معنى إيه قيوم السماء الله لا إله الحي القيوم؟ معنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فالأكوان قائمة بأمره، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. يبقى في قيومية ولا؟ يبقى الاحتياج موجود ولا مش موجود؟ يبقى الكلام، يبقى الهلاك ده متحقق بس من جهة ذاته، بدليل أن الله تعالى لو وكلك إلى نفسك طرفة خلاص انتهى الموضوع. يبقى لابد أن يبقى أنت ليك جهتين، جهة من ذاتك ودي الهلاك. إيه الهلاك؟ مش معناه الهلاك يعني معناها الفناء، معناها العدم نفسه. وبعدين الجهة الثانية من جهة أنه أبقى سواء أبقى، فأنت باق. الأكوان ثابتة بإثباته، ولها محو إيه من أنه تعالى إيه واحد لا يشاركه في الوجود غيره. تمام. بعدين قلنا إيه هنا الحادث لا يكون إلا إيه مبتكرا ابتداء ودواما، وهو في الحقيقة يشير إلى اللي قلنا. أما دليل كون العالم حادثا فلأنه إذ ما من شك من غير شك يكون معلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العظيم من غير شك حادث مفتخر، لأنه قام به يعني أي بالعالم، يعني باعتبار هو قام به كله باعتبار بعضه. يعني الدليل اللي هو على تغير العالم قائم باعتبار بعضه وهو الأعراض. خلاص. يعني احنا شاهدنا التغير اللي اتكلمنا عليه في الأعراض. طب وكيف نستدل على حدوث الأجرام أو الجواهر؟ نحتاجها إلى الأعراض. وخد بالك كلمة الجوهر كلمة مولدة، يعني مش كلمة في اللغة العربية الجوهر بمعنى اللؤلؤ بمعنى الحاجة، إنما هي هنا معناها اللي هو إيه الجوهر العربي اصطلاحات يعني توليد. فالجوهر هنا والعرب. نستدل على حدوث الأعراض بالمشاهدة، وعلى حدوث الجواهر بملازمة، لأنها لا تخلو، لا يمكن تخلو عن الأعراض، لا يمكن يكون جوهر أو جرم خالي عن الأعراض، ولا يمكن تكون أعراض بدون الإيه الجرم أو الجواهر. إذن فهي حادثة وملازمها حادث، لأن كل ما يلازم أو ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث من غير شك، لأنه قام به أي بالعالم يعني باعتبار بعضه الأعراض. التغير أقل حاجة، عدم إلى وجود، ووجود إلى عدم، وذلك بالمشاهدة. وقال باعتبار بعضه، إنما قال ذلك لأن التغير لا يظهر إلا في الأعراض. فالمراد يعني إيه معنى لا يظهر في الأعراض؟ هي الحقيقة، الحقيقة إنه الأجرام برضو متغيرة، بس الظاهر لنا التغير فين؟ في الأعراض. فالمراد بالعالم هنا بعضه، كما قالوا مع أن الأجرام نفسها يشاهد تغيرها، فتوجد بعد عدم وتعدم بعد وجود، وتقلب الأشياء كثيرا من نحو المعادن فإنها تتحول عن حقيقتها. أفادنا هنا الشيخ السباعي بحاجة مهمة، قال إنه ممكن مشاهدة التغير في الأجرام، لأننا نجدها توجد بعد عدم وتعدم بعد وجود، وتقلب الأشياء
قلب الاشياء ده دليل على انه المقلوب الاولاني تحول من عدم. تمام كده؟ زي ايه؟ انقلاب الشيء الى شيء اخر، تحول شيء الى شيء اخر. لكن الفلاسفة يقول لا، المادة هي هي لكنها اخذت صورة او ايه او شكل اخر. تمام كده؟ مثلا هي نفس الموضوع. يبقى هنا نقول كده، تقلب الاشياء كثيرا من نحو المعادن فانها تتحول عن حقيقتها، وانما درج على ذلك لاجل الاقتداء بهم. يعني هو بيقول تحت ليه الشيخ ذكر في البعض في الاعراب ولم يذكر في الافل؟ قال يعني مشى على ايه؟ على ما مشى عليه الشراح والايه والعلماء من قبل، ولم يتكلم في تغير الايه الاجرام. وترك الاعتراض عليه بانه مخالف لما، يعني عشان كمان ما حدش يعترض عليه لانه كلهم قالوا التغير ده في الاعراب بنشاهده. هو سكت عن الاجرام ليه؟ عشان ما حدش يعترض يقول ده الشيخ خالف الايه من كان عرف يعني. فاذا عرفت ذلك تعلم ان في عبارتهم شيئا فيها حاجه، ولعل وجه تخصيصهم الاعراب انها هي التي يشاهد تغيرها كثيرا، وانها التي وقع فيها الخلاف. والتغير معناه زي ما وصف من عدم الى ايه؟ وجود، ومن وجود الى عدم. وذلك اما بالمش، يعني خد بالك هذه قاعده جميله حتريحنا جدا. لانه كل ما يقال في الاعراض يرجع الى شيئين، عدم وجود، وجود عدم. فمثلا الحركه والسكون، يبقى السكون معناه ايه؟ عدم الحركه. طب الحركه عدم، يبقى وجود شيء وانعدام في، يعني كلها ترجع الى عدم وجود وعدم وعدم وجود. يعني يجمعها العبارتين دول. الضوء بعد الظلمه، يبقى الضوء معناه وجود الضوء، والظلمه معناها عدم وجود، وهكذا كل كتب كله. الحياه والموت، السواد بعد البياض، وهكذا. الحراره بعد البروده، ده حار ثم ايه صار ايه باردا، عدم البروده. طب برد اصبح حار، وجود الحراره وعدم البروده. وقس على ذلك جميع الايه المتغيرات فانها لا تخرج عن وجود وعدم. طب واحد غني وبيجي فقير، يبقى معناها عدم الغنى. لا، فقير واصبح غني، كان عدم الفقر. واكد انتم عاوزين انعدام ايه؟ انعدام الفقر. حد مش عاوز انعدام يبقى اذا بلا وجود وعدم تختصر، بدل ما تقول ظلمه ونور وابيض واسود وحركه وسكون والجنه، وجود وايه؟ وعدم، وعدم وايه؟ ووجود. والحراره بعد البروده الى غير ذلك والعكس. وإما بالدليل، نقف على كلمة وإما إيه بالدليل. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل كلما ذكر